على الرغم من تاريخ حافل وطويل في الانتاج وصناعة الافلام السينمائية في السودان، فانك لا تكاد تجد الان دارا تصلح كمكان للعرض. مبان متصدعة واخرى تغير نشاطها واخرى مهجورة. اكثر من 30 دار عرض كانت تضج بالحركة والنشاط، اما الان فقد تلاشت تماما بسبب الاهمال وقلة الامكانات وانسحاب القطاع الخاص من تمويل الانتاج واغلاق مؤسسة الدولة للسينما. رغم ما أصاب السينما السودانية من تدهور، إلا أن هناك أصواتا ما زالت تنادي بعودة السينما وتعمل على ذلك لإيمانها بأنها الأقدر على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية. عشرات الشباب السينمائيين كانوا حضورا في منتدى تجربة السينما الشبابية في السودان. الأفلام التي عرضت كانت اجتهادات فردية من حيث الفكرة والإنتاج، تجاوز بها منتجوها عقبات صناعة السينما في السودان. بنجتهد كثير جدا اننا نقدم صوره سينمائيه تعبر عن الواقع السوداني بشكل عام، رغم المشاكل والمصاعب الكثيره اللي بتواجهنا فيما يتعلق بمساله الانتاج، فيما يتعلق بمساله دور عرض الافلام نفسها. ويراهن الشباب السينمائيون على قدره انتاجهم في اخراج السينما من كبوتها وجعل هذا العام عام السينما في السودان. حاسه بانه الناس بقت في صحوه بتاعت السينما في السودان من جديد. والسينما هي الحاجة الأولى اللي بتوصل فكرتك للناس، فكرتك لبرا السودان. يعني أنا لما أصور فيلم وأعالج به قضية ممكن تصل. بصيص من الأمل يحمله هؤلاء الشباب لتغيير الواقع السينمائي، لكنهم بحاجة إلى عمل حقيقي وإلى دعم الدولة لإعادة الحياة لقطاع السينما المتدهور. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.